قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل. الأظهر أن معنى غسل واغتسل خلافاً لمن قال إنها للتأكيد فقط، استدلالاً بكلمة ومشى ولم يركب، لأن التأكيد هنا لا ينبغي أن يقال. لما؟ لأن كلمة مشى ولم يركب مختلفتان من حيث اللفظ، فيكون معنى غسل واغتسل يعني أنه اغتسل، يعني غسل جميع بدنه وزاد في غسل رأسه، يعني بالغ في غسل رأسه، كما جاءت بذلك رواية أبي داود.